صباح الخير لكل الحلوين. النهارده هنعمل البيتزا المدلعه او تشيزي ميسي، وهي من كتر الجبنه اللي عليها والذوبان والكراست العجينه فظيعه. انا اول مره دقتها كنت في ريستورانت وعجبتني جدا، فقلت دي لازم تتعمل. وهي اصلا من شيكاغو، فطريقه كده بين الباي والبيتزا. يلا بينا نبدأ الخطوات ونعرف بالظبط ازاي هنعملها. اول خطوة دي ممكن نستغنى عنها، يعني انا حبيت اعملها لزوم الدلع، وكنت بوزن الخميرة زي ما مكتوب بالظبط، فكان بالظبط طلعت. لكن غير كده هي معلقتين خميرة ممسوحة ومعلقة سكر كبيرة، نحطها في كوباية وتلت مية، نقعد نقلب ونسيبها تختمر 10 دقايق. نيجي بقى للعجينة. المكون الأساسي الدقيق، هنحط حوالي 4 كوبايات دقيق. 4 كوبايات دقيق ده هيكفي 6 أفراد أو من 6 لـ7. وبعد كده هننزل عليهم معلقة ملح، وبعد كده هننزل عليهم 1/4 كوباية لبن بودرة. والتركة هنا واللي بيديها ريحة بيتزا هات، هنحط معلقة توم باودر، حقيقي ده الريحة بتاعت بيتزا هات العجينة بتاعتها. بعد كده الخميرة كانت فارت، فرحنا حطناها وقعدنا نقلب كويس، ونبتدي بقى نعجن العجينة معانا لغاية لما تنفصل خالص عن المعلقة عن ايدينا. يعني هنقعد نقلب نقلب، حتى لو احتاجت دقيق ممكن نحط، لغاية لما تنفصل تماما عن ايدينا. وبعد ما سبتها تستريح دقيقتين، حطيت معلقتين زيت وابتديت بردك اعجنها على خفيف كده. بعد كده بقى هغطيها واسيبها تستريح في جزء دافي كده، طبعا في الصيف ده ما اشد الاجزاء الدافية، فهتخمر لوحدها. يعني نسيبها تستريح حوالي ساعة كده. نروح بقى للحشو، وكل اللي جاي ده اختياري. يعني انا هنا حبيت احط بانيه، بس انتم ممكن تعوضوه بمفروم لو حابين، لا بسجق او هضج، فعلى حسب انتوا عايزين تحطوا ايه الحشو وتكملوا. انا بس قطعت هنا البانيه، بس دي كانت وراك قطعتها صغير، قطع صغيرة، وبعد كده عملتها بأسهل طريقة، معلقتين دقيق. وبعدين جيت حطيت معلقتين زيهم بالظبط نشا، وده اللي بيخلي الفراخ كريسبي شوية. وحطيت عليهم توم باودر بيدي بردك نكهة وريحة، وحطيت الملح والفلفل العظيم بتوعنا خالص من ضمن التوابل، ونزلت عليهم 1/4 كوباية مية عادية جدا، وقعدنا نقلب لغاية لما دابت دقيقة. بعد كده حطيت الخليط ده على البانيه، بانيه الوراك، وقعدت اقلب. لو عايزين يتقل كمان ممكن نزيد دقيق عادي عشان يبقى سميك شوية. وبعدين حطيتهم في طاسة مسخناها قبل كده في الزيت بتاعها عشان يدي اللون الذهبي والطعم الكريسبي بتاعها. بعد ما خلصنا الحشوة دي نيجي للحشوة التانية اللي هي برضك اختيارية. جبت زيت وحطيت فيه بصل مفروم بالمطحنة ومعلقتين توم مفروم، وكده حطيت عليهم صلصة، انا صلصة جاهزة او صلصة معمولة في البيت مفيش اي مشكلة.
وبعدين حطيت معلقتين كاتشب كبار، هو الكيس كان متوفر عندي، كانش موجود عندي علبة الكاتشب. حطيت بقى البهارات بتاعتنا من زعتر ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر كبيرة، ونحط في الآخر بس بودرة الثوم معلقة صغيرة. هبتدي بقى أدهن القوالب بتاعتنا بزبدة عشان لما نحط الجبنة وأعرف أقلبها ما تكونش ملزوقة في القالب من تحت. قد ايه منظر الجبن جميل. هبتدي بقى رصرص الجبنه. دي اول حاجه الموزاريلا. انا الصراحه ما كانش عندي شرايح طوليه موزاريلا، كان عندي موزاريلا ستكس اللي هي صوابع دي، مفيش مشكله ممكن استخدمها عادي. بعد كده حطيت جبنه شيدر، وبعد كده جبنه جودة، هي دي اختياريه طبعا، واي جبنه انتوا تحبوها بس يفضل تكون شرايح عشان تدي الشكل كمان الاهم. نيجي بقى للمشروم، ممكن تبدلوه بزيتون او بصل على حسب اللي بتحبوه. وبعد كده نحط صلصة، ودي اختيارية، الناس بتحب الصلصة مش شرط تحطها. وبعد كده نحط الفراخ اللي عملناها وحمرناها، ممكن نحط بدائله زي ما قلنا هوت دوج، اي انواع مفروم، اي حاجة تحبوها، ممكن ما تحطوش حاجة خالص من اللحوم على حسب انتوا عايزينها ايه. نيجي بقى لفرد العجينة، نحاول نفردها على قد القالب بتاعنا اللي هو هيكون زي نغلف بيها القالب، هنحطها في وش على وش القالب. لما فردتها وكده، بعد ما فردتها على القالب هبتدي بقى اقطع كل زوايد العجينه اللي هتكون واصله لغايه الاخر، خليها بس مسافه 1 سنتي بس، حقل صباع بعد الوش ده بس. واجي بعد كده للحاجه اللي احنا هندهن بيها وش العجينه اللي متعودين عليها، بيضه ومعلقتين خل وهنضربهم كويس، وهنقعد بقى ندهن بيها وش العجينه عشان ده يدينا اللون الذهبي اللي بنحبه في اي عجينه. ونحطها على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه وهتطلع وهم حقيقي، يعني قلبتها الجبنه وهي بتسيح وبتمط وبتنزل من القالب، فظيعه فظيعه. اتمنى تجربوها ويا رب تعجبكم، وقولوا لي جربتوها بايه وايه اللي شلتوه ايه اللي حطيتوه، وهي جميله جميله جميله. وبالف هنا ونشوفكم مره تانية ان شاء الله.